الله. لحقت استاذ هاتف شفت والدته؟ والدته من؟ والدة صدام حسين. صديقة والدتي. شوف هذا الحكي اللي اسمعه والله وبلا مجاملة، امرأة رصينة وحكيمة وعاقلة، ولد كبرت وظلت طبيعية، ويعني حتى هي وامي احنا اكو علاقات لان جوارين وراحوا بعدين بالعوجة. هذا الاسم على الحكي لغلطت فد يوم على حد، ولد كبرت بالعكس ساعدت ناصر. حتى مرة الطبيب كان صدام دازة بنتها زوجة غالب المحمود صيبت بالسرطان، فطبيب صديقي بغداد مال باطة كان بتكريت، فظل 3 سنين هو يشرف والاخ جبوري ويا مدير المستشفى. فيضحك الدكتور جودة عبد العزيز صديق معروف طبيب هسه بالاعظم يمنا، فيقول طبينا شو تكرمني كان لي اني توي خاطب خطيبته من بيت نعوش بالاعظم. الخطوط كانت كلش صعبة تحصل بغداد، فخابرت أبو البدالة قالت له اسمعني دكتور شو وقت يريد يخابر خطيبته هذا إلى قال هذا التكريم. قال شوف هي أمزجة مثل الرئيس، في حين للطبيب الأخ اليوم بس مدير مستشفى ويا واقو روح اشتاك هاي فلوس اشتري سوبر، راح اشترى سوبر بقت فلوس يدير. قالت له لا هاي إلك. فدكتور صديق يقول يعني شو إلي زين أنا بس تليفون. فامرأة كانت حكيمة ورصينة وخوش امرأة ماتت بالثمانينات بالحرب.